هناك أنواع عديدة من الأعشاب الطبيعية التي تفيد في علاج قرحة المعدة التي تساعد على الاسترخاء وتخفيف تقلصات العضلات والتوتر وتساعد في تقليل الحموضة. ومن أمثلة على هذه الأعشاب ما يلي: أولا الحلبة، وتعتبر الحلبة من أفضل الأعشاب لعلاج قرحة المعدة، حيث تساعد على خفض نسبة السكر في الدم وضغط الدم، وتحتوي الحلبة أيضا على خصائص مهدئة للأعصاب وتساعد في تخفيف القلق والتوتر والخوف. ثانيا البابونج، يحتوي البابونج على خصائص مضادة للأكسدة وتساعد في علاج التهابات المعدة والقولون وتخفيف التوتر وتشنجات العضلات وخفض مستويات الكوليسترول والسكر وتساعد في علاج الأرق. ثالثا النعناع، فالنعناع الأخضر له رائحة